أهلا بكم. قالت هيئة المنافذ الحدودية إنها ضبطت 550 صندوق أدوية تم إخفاؤها تحت شحنة من المناديل الورقية في ساحة الانتظار بمنفذ طريابيل الحدودي بمحافظة الأنبار. وذكرت الهيئة أن المضبوطات كانت مخبأة في شاحنة تحمل شحنة مناديل ورقية، وبفحص المضبوطات تبين أنها أدوية معبأة في علب متعددة المسميات والمنشأ، وكانت معدل التوزيع داخل البلاد. يذكر أن سوق الأدوية الفاسدة أو مجهولة المصدر قد تزايدت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وهو ما يعرض حياة المواطنين للخطر دون رقابة حقيقية من قبل الجهات المختصة. اشتكت هيئة الجمارك من النقص الحاد بأعداد الموظفين وتأثير ذلك على أداء الهيئة بشكل عام في أداء مهامها. وأضافت الهيئة أن بيئة العمل غير موائمة لأداء يرقى إلى المعايير الوظيفية المطلوبة في ظل انعدام أدنى متطلبات العمل الجمركي. يذكر أن هيئة النزاهة قد أحالت العديد من القضايا المتعلقة بالفساد والتي تورط فيها موظفون كبار بالهيئة بعد الكشف عن علاقتهم بجهات نافذة في الدولة. اتهم اتحاد المقاولين العراقيين فرع البصرة ما وصفهم بالمتجاوزين بحرق مخازن شركة السماء الدولية العاملة بمشروع مجاري الجمهورية وسط البصرة. وكان شركة ماء السماء الدولية قد اشتكت من حرق مخازنها بعد مطالبة ما أسمتهم بالمتجاوزين برفع تجاوزاتهم لتستطيع الشركة مد الشبكة والأنبوب الناقل. وأعرب اتحاد المقاولين عن استنكاره لهذا العمل، محملا الحكومة في بغداد مسؤولية الحادث لعدم توفير الحماية الكافية للشركات العاملة في مرافق الدولة. وكانت فرق الدفاع المدني في البصرة قد سيطرت في وقت سابق أمس على حريق النشب في أنابيب بلاستيكية مخزنة خاصة بشركة السماء الدولية. اشتكى أصحاب وسائقو الشاحنات في محافظة ميسان من الجباية التي تفرض عليهم في الموازين الجسرية. هذا وقد اعترف رئيس اللجنة الأمنية في ميسان سرحان الغالبي في تصريح صحفي عن وجود مستثمرين تابعين للأحزاب يقومون بجباية الأموال من الشاحنات التي تمر بالمحافظة. يذكر أن سائقي الشاحنات قد طالبوا بإيقاف العمل بالموازين الجسرية على الطرق الخارجية بعد أن أصبحت الجباية فوق طاقاتهم المالية، وطالبوا بوقوف التجاوزات بحقهم. أفادت مصادر صحفية أن مديرية الصحة بمحافظة ديالى أتلفت شاحنتي بيض غير صالح للاستهلاك البشري، وكانت الشاحنتان متجهتان إلى وسط مدينة بعقوبة لتوزيع حمولتهما على الأسواق الشعبية والمحال التجارية. يذكر أن العديد من شحنات البيض الفاسد تصل العراق عبر المنافذ الحدودية التي غالبا ما تكون قادمة من المنافذ المحاذية لإيران رغم وقف استيراد البيض. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل لختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.